الستر الذي بين العبد وربه هو أن يحفظ الإنسان ستر الله عليه بأن لا يجاهر بالمعصية وأن لا يكشف ما كان من سيء عمله وأن لا يطلب معايب الناس ويسعى إلى إظهارها بل يسترها وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وجاء في مصنف ابن ابي شيبة عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال اني لأخذ الشارب يعني الخمر واحب ان يستره الله واني لأخذ السارق واحب ان يستره الله يعني يأتي يؤتى به يؤتى بالشارب يؤتى بالسارق فيحب أن يستره الله أي أن لا يكون قد افتضح فيعاقب بجريرة ما فيعاقب بما اقترفه من حد هذا معنى قوله رحمه الله العبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله بجهاره وإخباره بمعاصيه وعدم حفظه ل حق ربه في الغيبه وبمحبه اظهار معايب الخلق هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس